بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم معايا في فيديو جديد. النهارده هكلمكم عن بشرى عظيمه. اخيرا الحكومه بتعلن صرف منحه الرئيس للعماله غير المنتظمه الاسبوع الاول من ديسمبر. خليكم معايا لاخر الفيديو. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأى صباح اليوم اجتماع مجلس الوزراء اللي انعقد بتقنية فيديو كونفرنس، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة على أجندة أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية. وفي مستهل الاجتماع أشاد رئيس الوزراء بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي جزء من اختبارات القبول بكلية الشرطة، مشيرا إلى أن الحضور حمل عدد من الرسائل المهمة عبر حديث الرئيس خلال هذه الفعالية مع عدد من الطلاب. لافتا إلى أنه تم خلال الاجتماع عرض حوارات الرئيس مع الطلاب المتقدمين حول عدد من الملفات المهمة سواء الخدمية أو التنموية. وقال الدكتور مصطفى مدبولي: شرفنا بتوجيه الرئيس الشكر للحكومة وإشادته بجهودها في مواجهة أزمة فيروس كورونا وتداعيات الاقتصادية المترتبة عليها، معربا عن شكر وتقدير الحكومة لما ذكره رئيس الجمهورية، ومجددا العهد بأن الحكومة هتواصل بذل أقصى جهودها لخدمة الشعب المصري والعمل على تحقيق ما يصبو إليه. ويوجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة العمل على سرعة البدء في إجراءات صرف المنحة الخاصة بالعمالة الغير منتظمة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وفي هذا الصدد قدمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عرضا حول أعداد الذين سجلوا بياناتهم على الموقع الإلكتروني المخصص لذلك، فضلا عن الذين سبق وقاموا بصرف هذه المنحة في دفعات سابقة. وفي هذا الإطار تم تكليف وزير المالية بتوفير التمويل اللازم لعملية الصرف، على أن يتم التنسيق مع وزير الاتصالات لإرسال الرسائل النصية للمستفيدين بسرعة تحديد موعد لصرف المنحة ليهم، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر المقبل، مع التأكيد على ضرورة الاهتمام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وذلك أثناء قيام المستفيدين بالحصول على المنحة من الأماكن المخصصة لذلك. وألف ألف ألف مبروك. أخيرا الحمد لله، ربنا يبارك لكم يا رب ويبارك في أرزاقكم إن شاء الله.
وفي النهاية يا ريت تعملوا بلايك وشير وتفعلوا جرس التنبيهات وتشتركوا في القناة حتى يأتيكم منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.